تعالى أمام أحد في تمام الساعة 6:30. الآن محاولة وتصل في الجانب الأيمن، الكرة العرضية باليد يعلنها عاد الشباب بعد أن عادت روحه. لقد عاد فعلا وسجل الهدف الثاني. الشباب إلى المركز السادس ب 19 نقطة ويعلنها. لا زال الليث حيا من أجل المنافسة والمطاردة والإكمال. شوف يحقق فوز ثاني على التوالي، هذا لم يتحقق في هذا الموسم وكان في بدايات الموسم الماضي. الآن بيليطو بيسجل هدف التقدم الثاني لمصلحة الشباب بعد أن تقدم هتان باهبري. شباب كاريليو فريق يطبخ المباراة على نار هادئة ويصل بكل هدوء.